هذا يسأل عن الإنسان اللي نشأ في بلاد فيها بدع ومحدثات وهو ما يدري، هو ما يدري. نقول إذا علم وعرف أن هذه بدع يتجنبها، يتجنبها. أما اللي ما درى من قبل ولا عرف فلا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه، يعذر بالجهل. لكن بعد ما عرف وتبين له أن هذه بدع يجب عليه اجتنابها ولا يستمر عليها.